النهارده في كارديو اليكس 18 دكتور عصام بليغ. اهلا بحضرتك. اهلا بيك فهم. دكتور ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ انا دكتور عصام بليغ، استاذ امراض القلب في القصر العيني. اهلا بحضرتك. اهلا بيك دكتور. كنا عايزين نعرف، هو كل شخص بيحس او بيقيس الضغط ويلاقي ان ضغطه عالي، ليه خطوات للعلاج على طول ولا بيعمل ايه؟ موضوع الضغط ده بقى ده عامل لنا مشكله في عيادتنا، ان بيجي العيان بقول له تشتكي بايه؟ يقول لك ضغط عالي. يا سيدي الفاضل انت بتشتكي بايه؟ ايه الاعراض اللي عند حضرتك؟ يقول لك انا ضغط عالي. طب تعالوا بقى نتكلم بقى عن موضوع الضغط ده عشان نهدى كده ونبقى كمرضى ما عندناش قلق جامد منه. اي نعم، هو اسمه قاتل الصامت. يعني ايه قاتل الصامت؟ يعني ممكن الواحد يبقى عنده ضغط مرتفع وما يعرفش، يجي له نزيف في المخ. ممكن الواحد يبقى عنده ضغط مرتفع ويحصل له انشقاق في شريان الاورطه ويتقطع ولازم يعمل عمليه فورا. ممكن واحد يبقى ضغطه عالي ويجي له كسور في الكلى. ممكن واحد يبقى ضغطه عالي ويحصل له هبوط في القلب. يا يعني كل دي مضاعفات للضغط. هو بيسموه قاتل الصامت لانه اعراضه قليله، عدد قليل من الناس هو اللي بيشتكي باعراض الضغط دي. طب تعالى نشوف، انا لو انا اتقاسلي ضغطي وطلع عالي اعمل ايه؟ اول حاجه، هو مين اللي قاسلك الضغط؟ هيقول لك انا رحت الصيدليه وقست الضغط في الصيدليه يعني، فقالوا لي ضغطك عالي. اول حاجه نعرفها ان انت وانت ماشي داخل على الصيدليه عشان تقيس الضغط لازم تروح تقعد في مكان وتقعد على كرسي زي ما انا قاعد كده، وتاند ظهرك كويس وحاطط ايديك الاثنين جنبك وتريلاكس فتره، وبعدين نبدا نقيس لك الضغط. ولازم نقيس الضغط وحضرتك قاعد وريلاكسد، ما تكونش لسه شايل سجاير، ما تكونش اسف عايز تدخل التواليت، ما تكونش اسف لسه واكل جامد، خلاص. يبقى في ظروف بنسميها كومبليت فيزيكال ومينتال ريست. يعني ايه فيزيكال ومينتال؟ يعني مخك رايق مش مضطرب، وفي نفس الوقت ما انتش مشدود لاي سبب، ما تكونش جاي في خناقه، ما تقيس الضغط وانت في شغلك مع دكتور الشغل وانت منفعل جدا وحصل خناقه معاك ولا مع مديرك وتنزل تقيس الضغط، ما هو الطبيعي انه يطلع عالي. ما هو رحمه ربنا بينا ان احنا ما بننفعل نبضنا يزيد وضغطنا يزيد عشان نقدر ننفعل مع الموقف، والا هننفعل مع الموقف ازاي؟ انا مثلا واحد خبط عربيتي، ما انا ممكن بعد شهر وانا ماشي تلاقي ضغطي عالي مره واحده. ليه؟ ده ممكن الضغط يعني لو يجيب لي مشاكل من حاجه صغيره كده، ربنا عافينا يعني من الحوادث. ولكن احنا لازم نعرف اول حاجه ان انت لما يجي لك حد ويقول لك انا ضغط عالي، في خطوات. اول حاجه ان احنا نثبت عليه ان هو مريض ضغط. انا بقول للعيان انت دلوقتي لازم اديك ختم كده ان انت مريض ضغط. اديك الختم ده ازاي؟ لازم اقيس لك الضغط مرتين ثلاثه، والمرتين ثلاثه دول الضغط فيهم يكون على اوقات مختلفه، على الاقل مثلا بين القرايه الاولانيه والقرايه الثانيه مثلا ساعه. فبيجي العياده بس اول بيدخل بنقيس له الضغط، طلع ضغطه مرتفع شويه، هنعمل ايه؟ هنروح ايه بعد ما تريح شويه بره وادخل لي تاني هيقيس لك الضغط. طلع ضغطه التاني بعد ساعه ساعتين عالي شويه، طب استريح شويه وهنقيس لك الضغط. يبقى اثناء طبعا العيان بيبقى مضطرب وزعلان ان هو قعد كتير في العياده، وانا قعدت ليه وعملت كل ده ليه وكده، ده لمصلحته. ما انا اسهل حاجه ان احنا نكتب له علاج. هل تتصوري حضرتك ان عم الدكتور زميلنا تجي لي ضغطها 230 على 130 هو، وده كان رئيس قسم الاعصاب عندنا في القصر العيني، وبعتها لي، فبعد ما دخلت اتفضلي يا طنط وقعدنا نتكلم، وبعد ما استلها الضغط بنفسي وبعدين قلت لها قعدنا نتكلم، فطلع ان ابنها هاجر كندا وهي متضايقه ان ابنها هاجر كندا وكده. بعد ما طلعت كل الكلام بقى كده قلت ممكن بقى نقيس الضغط لحضرتك تاني، ضغطي يبقى كام؟ 130 80. نزل من غير دواء من غير اي حاجه خالص، مجرد ان احنا طلعنا السايكولوجيكال او العنصر النفسي من عند العيان، العيان ضغطه نزل بقى ضغطه كويس. يبقى انا كده اول حاجه ان انا اثبت ان انا مريض ضغط. اثبات ده ازاي؟ اقيس الضغط اكتر من مره في ظروف مختلفه. ممكن العيان مش فاضي اقيس له النهارده، يجي بكره تاني في ظروف تانيه هاديه اقيس له الضغط، طلع ضغط مره تانيه تالت مره. كل مره بيظهر الضغط مرتين او اكتر فوق ال 140 90 انا كده بقيت مريض ضغط. طيب بعد ما بقيت مريض ضغط ايه اللي مطلوب يتعمل؟ ايه مشكله الضغط؟ مشكله الضغط انه بيأثر على اعضاء تانية، بيأثر على الكلى، بيأثر على العين، بيأثر على المخ، بيأثر على القلب،
يعني معنى كده ان كل مريض ضغط اول ما ياخد التهم انه بقى مريض ضغط لابد يشيك على الكلى بتاعته انه ممكن تطلع هي السبب او يطلع ان الضغط اثر على الكلى، يعني ده ياثر عليها وهي اثر. ممكن يكون الضغط عمل له تضخم في القلب، ممكن يكون الضغط عمل له مشكله في العين. يبقى انا اول ما بيجي لي العيان يستغرب جدا اقول له انا محتاج منك فحص قاع عين. لو طلع في قاع العين علامات تقول ان هو مريض ضغط، ده معناه ان هو عنده الضغط من فتره طويله هو ما يعرفش. لو طلع ان انا عندي تضخم في عضله القلب، ده معناه ان عنده الضغط من فتره طويله هو ما يعرفش. لو طلع ان الكلى فيها تغييرات في الكلى، يبقى انا عنده اما الكلى هي السبب او الضغط اثر على الكلى. يبقى انا بالتالي هاخد بعضي واقول له لا انت كده لازم تتعالج بقوه حتى لو من ايه من اول زياره. لكن لو عملت له كل الحاجات دي كلها سلبيه، باقي لي ان انا هو دلوقتي بقى مريض ضغط. في تقريبا 5% من عيانين الضغط ليهم اسباب. الاسباب دي معناها ايه؟ ممكن يطلع دي في شريان الكلى، ممكن يطلع نفسه الكلى نفسها فيها مشكله، ممكن يطلع البوتاسيوم بتاعه هو دايما اللي بيبقى ناقص، ممكن يطلع في امراض ثانيه غدد اللي فوق الكلى تكون متضخمه. يبقى انا دوري كدكتور ادور على الاسباب الثانيه اللي تخلي العيان ده يطلع من النوع اللي لو خد علاج للضغط يتحسن. يعني يطلع مثلا عنده بعد شر ورم فوق الكلى، الورم ده اللي رفع له الضغط. طب الورم اللي رفع الضغط ده اول ما بيرفع الضغط بيحصل ايه؟ لو شلت الورم راح الضغط. بس المشكله ان كل العيانين اللي عندهم ضغط اللي ليه اسباب لا يتعدى 5%. يعني ده معناه ان معظم مرضى الضغط ما عندهمش اي اسباب. كل كده. طب ده كده حاجه صعبه جدا. باقي لي الخطوه اللي بعديها بعد ما اعرف ان هو عنده الضغط اكيد، اشوف هل هو حصل له مضاعفات اماكن تانية في جسمه ولا لا، وبعدين ابدا له العلاج. ولازم كل عيان يعرف ان علاج الضغط ده مش لازم الدكتور هيديله الدواء النهارده بكره ضغطه يبقى كويس، لا ده انا هديك الدواء النهارده وتجيلي الزياره الجايه ممكن يكون نزل شويه، ممكن يكون حاجه بسيطه نزلت 10 20. لكن مش كل واحد يبقى قوي يجيلك العيان ضغط 180 130 متوقع انه ياخد العلاج بكره يبقى ضغطه كويس، لا القصه مش كده خالص. احنا لازم ننزل بالضغط بالتدريج، اولا عشان العيان ما يتعبش، وثانيا عشان ان دي زياره العياده. زياره العياده دي فيها عنصر نفسي جامد قوي، عشان كده في اجهزه طالعه جديد عشان اطلع العنصر النفسي ده. انا بعرفها ازاي؟ جالي العيان استوى ضغط عالي وانا ما عنديش اي حاجه خالص في الكشف، كويس رسم القلب كويس والكلى كويس كل حاجه. طب انا اعمل ايه؟ بقى في جهاز في جهاز بقى بيقيس له الضغط في البيت، بيركب له جهاز يروح البيت يقعد يقيس الضغط كل مثلا ساعه كل نص ساعه وهو صاحي وكل ساعه وهو نايم. يعني الضغط وهو نايم ده كمان مفيد جدا. ده العيان اللي ضغطه بيعلى او المفروض احنا كلنا ضغطنا بينزل اثناء النوم، لو انا ضغطي ما نزلش اثناء النوم يبقى دي معناه ان انا مريض ضغط، يبقى ساعتها لازم اخد علاج. ده اللي بيسموه جهاز الضغط الدم ال 24 ساعه. يبقى ده بقيس ده. في حاجه كمان جديده لسه نازله جديد خالص في مصر ولسه عليها ابحاث وحاجات كده، ده جهاز بيقيس له الضغط ويخليه يعرف العمر الافتراضي لشرايينه قد ايه. يعني انا ممكن يجي لي واحد عنده 30 سنه وعنده الضغط من فتره، فبقيس له جهاز ده، الجهاز ده بيقيس 14 قرايه كده كل دقيقتين بيقيس قرايه وبيعمل له كيرف وبيطلع من هذا المنحنى يقول له العمر الافتراضي لشرايينك قد كده. يبقى دي معناه ان لو طلع ان هو فعلا مريض ضغط يبقى لابد ياخد علاج. كل دي حاجات احنا اول ستيب بنعملها، اول خطوه ان احنا الاول نشوف ليه اسباب ولا لا. بعد ما نعرف انه ليه اسباب نبدا نعالج هذه الاسباب. والنصيحه لكل عيان يبقى صبور مع الدكتور، مش مثلا ياخد العلاج بالدكتور ده النهارده ما جابش نتيجه بعد يومين ثلاثه يروح دكتور تاني يبدا معاه من جديد تاني يبدا معاه من جديد تاني. نصيحه ان احنا ناخد الموضوع ببساطه، مش كل واحد يتقال له ضغطك عالي يبقى الان مرعوب ويروح لدكتور يقول له انا ضغطي عالي. ده النصيحه اللي اقولها لاي مريض ضغط. ميرسي جدا يا دكتور، سعدنا جدا بوجودك معانا السنه دي في كارديو اليكس. شرفت يا ناس، الف شكر.